الآن فيما يتعلق برسم الأسنان، كل لسان has five aspects، كل لسان له خمسة aspects. فبالتالي على طالب طب الأسنان يجب أن يكون ملم برسم الخمسة الأسطح هذا السن. فأول aspect اللي هيكون إيش؟ الليبيا، بعدين اللينكوم ميزيال تستر، وآخرها إيش؟ الإنسايزر. فبالنسبة للرسم دائما وأبدا نبدأ من إيش؟ الفيشل. هنا لأنه السن أمامي حنبدأ من إيش؟ من الليبيال أسبيكت. لاحظوا معي ثلاثة أشكال من الرسم. هذا الرسم الصغير جدا، هذا هو الرسم رسم السن بالأبعاد الفعلية، يعني ضروري الطالب يتقن هذه الرسمة كثير جدا، يرسمها على الأطلس عدة مرات لحتى يتقنها. في بعض المدارس تستخدم هذه الطريقة ويقص، بعد ما يرسم ويقص يحطها بعدين على القالب. لما يحطها على القالب بعدين يشكل ويبدأ يرقع. أنا لا أحب هذه الطريقة. ليش؟ أولا حتأخذ أول شيء الوقت. تخيل ترسم، بعد ما ترسم تضطر إيش؟ تقص، بعدين ترجع تحاول تلصقها على القالب، يلا بعدين تنحط على القالب. هذه أولا تستهلك الوقت والجهد والمواد. ثانيا الطالب بهذه الحالة حيكون مش ملم الإلمام الكامل بالتفاصيل التشريحية للسن. بالتالي ترسم على الورق، بعد ما تتقن الرسم على الورق بعدين تنتقل ترسم على ايش؟ على القالب. هذا الرسم بالابعاد ايش؟ الحقيقيه نستخدمه للرسم الاسنان بالابعاد الحقيقيه، ومن ثم بعدها مباشره ايش؟ نحت الاسنان بالابعاد الحقيقيه. هنا تكبير خمس مرات، تكبير خمس مرات، يعني كل القيم لو نرجع للمحاضره او الاطلس كبرت الأطلس أوف ويلرز، أطلس أوف تور فور، فهنا هذا الأطلس هو مرجعنا. فهذه القيم، هذا بالأبعاد الفعلية. لما أقول لك تكبير خمس مرات تضرب كل القيم هذه في كم؟ في خمس مرات. ولما أقول لك عشر مرات تضرب هذه القيم في عشر مرات. إذا ثلاث أنواع من الرسم. لاحظ معي لو أقلب السن مباشرة تتشكل معي ايش؟ اللينجوال سيرفيس. هذا هو اللينجوال سيرفيس، مجرد قلب السن لينجوال سيرفيس، ما فيش اي مشكله. لما اقول لك ارسم الليبيال سيرفيس ممكن ترسم الليبيال سيرفيس، ترسم اللينجوال سيرفيس حترسم اللينجوال سيرفيس بهذا الشكل كانك قلبت السن قلب. لاحظ حتى لما ترسم شكل مش مشكله، بسيط جدا جدا. ايضا لما اقول لك هنا لاحظ معي هذا السن هو بالاساس كان ليبيال، هذا السن كان ليبيال. لما تعكس الاتجاه، تعكس الاتجاه حيكون ايش؟ ليفت. فلا تتفاجأ اذا قلت لك بالامتحان تنحت او ترسم الليفت، هو عباره عن انعكاس. فبالتالي هذا كان ليفت وهذا ايش؟ رايت. لما اقلب الليفت لا تنظر ليش للتفاصيل التشريحيه هذه، على افتراض ما فيش تفاصيل تشريحيه. فلما ينقلب اللينجوال سيرفيس للليفت حيكون ايش؟ رايت. لاحظ مثلها مثل المصدر. ننتقل إلى السيرفيس الآخر، هذا نسميه إيش؟ الميزيال سيرفيس. هذا هو الميزيال سيرفيس. مجرد ما أقلبه تماما وينعكس الاتجاهات، عكس الاتجاه وينعكسه مع الاتجاهات، بالتالي هنا حيكون إيش؟ الديستال سيرفيس. لاحظ مسألة عكس. لكن هنا مثلا كان ليفت، هذا حيكون ميزيال، وهذا حيكون إيش؟ ديستال. هنا حيكون إيش؟ الميد لاين. وهذا حيكون ميزيال، وهذا حيكون ديستال. بالأخير هذا حيكون اللينجوال. يعني بالمختصر المفيد عكس الأسنان واختلافها. لو قلت لك رايت أو ليفت لا تختبص، ارسم الرايت مثلا وهذا الليبيان حتقلبه اللينجوال حيصبح ايش؟ ليفت. وإذا قلبت السن نفسه مباشرة ورسمت هذه الأشكال حيكون معك ايش؟ اللينجوال سيرفيس. هذا فيما يتعلق إذا قلت لك ترسم رايت أو ليفت، ترسم ميزيال أو ديستال. لا يكون الامر تشوف ان الامر صعب، لا، مجرد عكس وتركيز على الاتجاهات فقط لا غير. اذا المفروض ان الطالب يرسم هكذا تلقائيا، ياخذ القياسات ويرسمها تلقائيا. لكن كونه بدايه ومش ملم بالموضوع ولا ملم بالتفاصيل التشريحيه حق الاسنان، حنستخدم الاطلس. استخدام الاطلس واستخدام دفتر الرسم الهندسي. كيف الموضوع؟ يعني لاحظ معي هنا هذا مكبر، هذه المساحة كلها من الأطلس، هذه تعتبر كلها 1 مليمتر. ما يقاربها هنا حيكون هذا النقطة.
لما أقول لك تكبير 5 مرات يعني هذا المربع كامل. ليش؟ لأن هذا المربع عبارة عن 5 مربعات، يعني عبارة عن 5 ملي. فإذا كل مربع هنا هيكون مربع هنا، معنى ذلك أن أنا عملت تكبير كم؟ 5 مرات. إذا هنا تكبير بالأبعاد، مش تكبير نقول بالأبعاد بالأوريجينال سايز، الأبعاد الحقيقية، هذا تكبير 5 مرات. لو أرسم على المربعات، المربع هذا كامل هيكون تكبير إيش؟ 10 مرات. يعني هذا المربع كله هو نفسه هذا المربع. فبداية كون الطالب مش ملم بالتفاصيل التشريحية، نستخدم الرسم باستخدام المربعات. لاحظوا معي، ممكن تبدأ من أي مكان، من أي نقطة تبدأ فيها. فأنا أفضل أبدأ من إيش؟ المحور الطولي للسن. لاحظ هذا العمود، أو نسميه الميدلاين. أنا هستخدم هذا العمود لرسم السن بتكبير 10 مرات، يعني هيطلع معي السن بهذا الشكل. لاحظ معي، افترض أن هذا إيش؟ هذا هو. هستخدم، خلوها نخليها بالنص عشان تكون الرسمة واضحة. هذا المربع كامل هبدأ من هنا. لاحظ معي، هبدأ. هل السن من عند الإيبكس هيمر من هذا المربع؟ لا، هيكون من عند هذه النقطة، عبارة عن نقطة هنا. ويفضل تحط نقطة خفيفة، ليش؟ علشان لما تمسحها تقدر تروح بسهولة، لكن لو تعمقها من البداية هيكون صعب عليك إنك ترسمها أو تمسحها. إذا من عند هذه النقطة هنعد مربع 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13. إذا 13 هنا هذا هو أساسا طول إيش؟ الجذر. إذا هحط من هنا 13 مربع، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، وأعمل نقطة خفيفة. وين النقطة؟ هنا. ليش؟ لأن أنا بدأت من هذا المربع، اللي يمثل لي هنا هو يمثل لي الميد لاين، الخط المنصف. هذا أولا. من هنا لهنا نسميه إيش؟ لينك أوف ذا روت، أو نسميه سيرفايكو أبيكال. بالمناسبة لاحظوا هنا، كون احنا نتعامل مع الأسنان العلوية دائما وأبدا، بالنسبة للأسنان العلوية هيكون الكراون لا تحت والجذر إيش؟ لا فوق. بينما بالأسنان السفلية، لاحظوا لو ننتقل للأسنان السفلية، لما ننتقل للأسنان السفلية هيكون الكراون لا فوق والجذر لا تحت. هنا مهم جدا لما نرسم، لما تشوف السن مقلوب، يعني تشوف السن بهذا الشكل، هذا الشكل معنى هذا السن ان هذا السن حلوي، بدليل ان الكراون لا تحت وان الجذر ايش؟ لا فوق. لكن لما يكون سن سفلي، لاحظ كيف هيكون بهذا الشكل، يكون الكراون لا تحت، عفوا الكراون لا فوق والجذر ايش؟ لا تحت. الآن هنرسم، حيكون الكراون بهذا المكان والروت لا ايش؟ لا فوق. وهنا حسجل ايش؟ labial aspect. اذا نبدا نكمل، اذا هذا نطلق عليها ايش؟ cervico apical او length of the root. كم بالنسبه للسنترال انسايز؟ هذا permanent maxillary central incisor، حيكون ايش؟ 13. طول الكراون، لاحظ انا وصلت لعند هذه النقطه، اذا هذه النقطه حيكون طول الكراون 10.5، بدليل لاحظ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، وهذا النص. إذا هعد 10 مربعات كبيرة من هذه المربعات الكبيرة، حيكون 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، وهذا النص هنا. ما زلت خلصنا. إذا هذا نسميه إيش؟ سيرفايكو إنسايزر، والكراون لا تحت والجذر إيش؟ لا فوق، على أساس النص هن علوي. إذا 10.5، 13. خلصنا الآن من الطول، ننتقل إلى القيمة الثالثة وهي إيش؟ حوصلوا الآن مع النقاط هذه مع بعض، ومن هنا أنا عند هذه النقطة هنتقل 1، 2، 3، 4، 5، 6، 1، 2، 3، 4، 5، 6. يعني أنا أقول لكم نمشي على المربعات، مربع 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 مربع. الآن ممكن أنت تحدد نقاط هنا، نقاط هنا، نقاط هنا، علشان ترجع توصل إيش النقاط. لاحظ النقاط خفيفة بحيث فيما بعد هنسحها. هنا الأبيكس مايل المقدار أو منحرف المقدار عن الدستل بمقدار 1 ملي. لاحظ هبدأ أرسم رسم خفيف بحيث لو أخطأ ممكن إيش؟ يسهل مسحه، أقدر أتعامل معه بسهولة جدا. رسم خفيف هنا، شوف لاحظ أخطأ ممكن أمسح بسهولة، يروح وأعيد وأرسم إيش من أول وجديد.
هنا هفصل النقاط الأخرى هنا، هذا نسميه رسم بواسطة إيش؟ المربعات. أنت التكبير ممكن 5 مرات وممكن إيش 10 مرات، أنا أفضل نبدأ 10 مرات مش مشكلة علشان يسهل عملية إيش الحساب. ف سيرفايكو انسايزر نبدأ، حنبدأ من الروت، كون الروت يكون فوق والكراون تحت، من هنا هيكون 13 في 10 يعني 130 سنتيمتر، يعني 13 هذا طول إيش نقطة هنا ونقطة هنا، هذا طول إيش الجدول. نبدأ بالليبيا الأسفل، بعدين من هنا طول الكراون هيكون 10.5، هذه 10.5 واضح، إذا هذا طول الجد، هذا طول إيش الكراون. هنكمل الخط المحور الطولي للسن بهذه الحالة، وهذا خط هذا اللي يصير بايكر، وهذا يحدد إيش الأبيكال. هذا أولا. ثانيا نقسم مثل ما اتفقنا الكراون إلى 3 أثلاث تقريبا متساوية، يجوز الرسمة الأولى فيها خطر، الرسمة الأولى كان عريض جدا، فأنا لا أحب الرسم بهذه الطريقة لأنه تأخذ الوقت، فالضروري الطالب يتعلم الرسم بواسطة المسطرة. فالآن خلصنا من اللينك، الآن نأتي إلى الإيش الويدث. في معنا نقطتين لاحظوا معي، إذا هذا الإنسايزر الميدل هاند سيرفايكل، لو تلاحظوا أعلى نقطة بروز للسن دائما وأبدا تكون عند هذه النقطة، لهذا السن تحديدا، هذه نسميها ميزيال كونتاكت اريا. فمن الميزيال كونتاكت اريا 8.5 نقسمها 85 سنتيم، ال 85 سنتيم نقسمها نصفين، تقريبا حيكون هنا 43 عند هذه النقطة، هذه ليش أنا ما رسمتها هنا؟ لأن هذه أعلى بروز، منطقة أعلى بروز للسن، لاحظوا هذا المجسم، هذه هي النقطة هنا. بعضهم يقوم يرسمها من هنا، لا، المفروض تكون من هنا، يعتمد على الكونتاكت اريا لكل سن، فالميزيال كونتاكت اريا أعلى بروز للسن عند هذه النقطة، من هنا لهنا حيكون 43، بالنسبة للديستال كونتاكت اريا أعلى بروز للسن عند هذه النقطة، حيكون أيضا إيش؟ 42 ملي. هذه النقطة نسميها at the junction between incisor and middle thirds، والنقطة هنا حتكون at كلوز قريبة من الايش؟ من الانسايزر. لاحظوا من وين رسمتها بالضبط؟ هيكون 42 43، إذا هذه هي ايش؟ الديستال كونتاكتيريا، وهذه ايش؟ الميزيال كونتاكتيريا. من عند السيرفايكل وين نقسم بالضبط عند السيرفايكل؟ At the junction between cervical and middle. فحيكون 7 يعني 70 يعني 35 سم ملي و 35 ملي. تقريبا عند هذه النقطة، وأيضا هنا حيكون 35 ملي. خلاص إلى هنا نعتبر شبه مخلصين من السن، ولاحظوا الموضوع، هل الإيبكس على مستوى واحد مع المحور الطولي للسن؟ لا، في ميلان، ولاحظوا أن الإيبكس إيش أبلاند، ومن هنا بشكل خفيف بحيث لو أخطأت ممكن أعيد إيش الرسم. فأنا أفضل أن الطالب يرسم أولا على الأطلس مربع مربع لحتى يتمكن من الإلمام بالشكل التشريحي للسن، وبعدين ينتقل إلى الرسم بواسطة الورق العادي. هذا الروت تماما، هنا الميزيا الأوتلاين سلايتلي ستريت بهذا الشكل، وعريض هنا لاحظوا، اللي مستعجل بس نشيل نلحق ننحت، فحاول اخليه عريض، هذا السن هو اعرض سن، بالنسبة للدستل مور راوند، الدستل اوت لاين.
هنا الانسايزر ريدج مباشر على استقامة واحدة في ميلان ناحية الدستال الدستال أو نسميه الدستو انسايزر انجل راوند لاحظ بينما الميزو انسايزر انجل از ايش؟ ما زلنا في الرسم التجريبي تعدل فلما تشوف ان ممكن تشوف اذا في اي اخطاء ممكن نعدلها بعدين بعد ما تخلص القلم ما في كل شيء تمام والقلم برا بشكل صحيح والاند هنا راوند لاحظ ترسم بعدين فوق رسمه خفيفه هذا بشكل حتى تتمكن ممكن ترسم الليبيان في حالة إذا قلت لك اللينجوال تقلب الرسمة مباشرة توضحها من اللينجوال هيكون إيش اللينجوال سيرفيس بالتالي تقريبا هيطلع معك سن هذا الحجم تقريبا يجب أن يكون الرسم بهذا الشكل يمكن في كركبة بالرسم شوية لا بس لأني إيش مستعجل بالنهاية يطلع معك الرسم بهذا الشكل بس حبيت أوريكم الطريقة هنا الميزيال كونتاكتيريا الميزيال كونتاكتيريا ميزيو انسايزر انجل ديستو انسايزر انجل شارب راوند عريض سيرفيكال لاين الايبكس ليست على استقامه واحده وما الى ذلك هذا ليبيان تلقائيا حيطلع اذا عكسته حيطلع ليفت لكن اذا عكسته وحصل وعملت هذه التفاصيل التشريحيه حيصبح ايش؟ لينجوال سيرفيس لينجوال سيرفيس بالنسبه للميزيان والديستال علشان الوقت بسيط جدا الرسم نفس الليبيان هذا هو الميزيان اسبكت طول الكراون حيظل نفسه هو أعلى نقطة تحدب معظمكم يخطأ فيها هذا الثلث سميه ايش؟ السيميكال ثيل وهذا الميدل ثيل وهذا الانسايزر ثيل هنا أعلى نقطة بروز للسن at the center of the cervical ثيل يعني ما ترسم مش تخلى السن بارز من هذه النقطة أو من هنا لا أعلى بروز للسن عند هذه النقطة حيكون هنا تقريبا سبعة حيكون ثلاثة ونص ثلاثة ونص ومن هنا ثلاثة ثلاثة بعدين اخر من الميزيال اسبكت الكيرفيتشر اوف ذا سيرفيكال لاين من هنا لهنا حيكون ايش؟ ثلاثة ونص هنا نسميها هذه اهم نقطة اللي دائما يخلط فيها الطلاب وايضا نقطة اخرى واخيرا الانسايزر ريدج مع الايبكس او الكراون مع الروت على استقامة واحدة يعني الاين بايسكتس ذا كراون بايسكتس ذا روت الخط المنصف للكراون المنصف هو منصف للجذر بمعنى ان الانسايزر ريدج مع الإيبكس على استقامة واحدة هذا فيما يتعلق بالأسنان العلوية لكن في بالنسبة للأسنان العلوية الأمامية الناب علشان نوضح الموضوع هنا التب اوف ذا كاسب الكاسب تب للناب ما إلى ايش ناحية ايش الليبيان لكن اللور كل الإنسايزر ريدج بالنسبة للور ما إلى ايش لينجولي هذا ليبيلي لاحظوا معي هذا الميزان اسبكت هذا فيما يتعلق بالكنان لكن السنترال واللاترال كلهم على ايش؟ استقامه واحده الانسايزر ريدج مع الايبكس الانسايزر ريدج مع الايبكس